عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، وأكد مدبولي حرص الحكومة على مواصلة سير منظومة الشحن المسبق بصورة فاعلة بما يسهم في عملية الإسراع من وتيرة الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في مختلف الموانئ المصرية. هذا وأوضح مجلس الوزراء أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 26 من مارس 2023 بلغت نحو 5.3 مليار دولار.